وسط مشاهد مركبة. هذه الفلسفة الديمقراطية مرتبطة بتاريخ الآن بغض النظر عن عيوبها. نزن الأمور بعقلانية. هذا يعني أننا سوف نذهب إلى تجريم حركة اجتماعية وبنهج تحليلي ستؤدي إلى تدمير منظومة محاربة الإرهاب. ما بعد مرحلة الاستعمار لم تتطور العلاقة ما بين المجتمع والدولة بشكل طبيعي. نرى الصورة من كل زواياها. نحن لا نضمن بأن البيت الأبيض موقفه هو ذات موقف الخارجية والCIA. تقدير موقف الأحد 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.